بصراحة تجاوبني بصراحة. بصراحة سا ديبون سؤالتك شنية. تعتبر صوتك باهي معز دينيس؟ مش أنا نعتبر، الناس هي اللي. لا لا أنت تعتبر صوتك باهي؟ مش أنا نعتبر صوتي باهي. صوتك باهي معز دينيس؟ مش أنا نعتبر صوتي باهي، أنا صوتي ذاك نغني به هذاك صوتي أنا. كي تغني صوتك باهي؟ الموسيقيين يحكموا. الموسيقيين شو يقولوا لك؟ بيان سور. يقولوا لك صوتك باهي. مي بيان سور. كي تغني ترى بصوتك باهي. مي بيان سور. عندك الفيديو. تحكي على الفيديو هذاك تريكي. فيديو تريكي تاع عمك هذيك؟ بيان سور. ترى نسمع منها شوي. اسأل روحك اسأل قلبك قبل ما تسأل ايه غيرني انا غيرني عذابي في حبك بعد ما كان أملي مصبرني غدرك بيا أثر فيا وتغيرت شوية شوية وتغيرت ومش بإيديا وبديت أطوي حنيني إليك شبيك قاعدين نتسلطنوا معاك سي دينيس وزيتي الجمهور كي يتسلطن تقص على ليه قد عملت هكا شيخين معاك في الاستوديو لا ايش نقول لك انا عندي قلت لي فيديو تريكي هذيك انا عندي تسجيل هذا سبب من اسباب خروجي من الكل في الكل عامني هو الفيديو راهي اي نعرف اش نقول لك علاش انت كي تسمع من الانجينيور دو سون ومسجل له عندي تسجيل ليه انه وقع التلاعب بالفيديو هذيك ثم شكون دخل على الكونسول وطيح ما نفهمش انا في يمكن الاصدقاء الانجينيور يطيح لك في السون ويخرج لك الفيديو على الباج نتاع تونسنا اللي هما شكون اللي يعمل فيها الحكايه هذيا ثم المعده تقوم بالمونتاج وهي تقوم بالإكستري وهي اللي تهبطهم واضح معناها إيه الغاية منها تشويه كان مش تشويه الغاية منها إنه الإنسان هذاك يقعد تحت أمرتي ما يخرج أنت في بالك ساعة ساعة يجوني حفلات البرة تقول لي ما تمشيش يقتلوك يطرح في صندوق ما تمشيش تخاف مش حكيت نخاف نقول لعل كلامها صحيح جاتني حفلة في تركيا في ديسمبر فيها 20,000 دولار حفله في تركيا جاتني في حفله كبيره في اوتيل كبير 20,000 دولار انا باش نطلع نعمل ساعه ونص كهو 20,000 دولار غي اوف وفي الاخر بكل ممشيتش. في الاخر ما مشيتش اشتقت لي تمشي هكاك وحاجه اخرى شفنا احنا كجماعه كي نبداو ماشيين الايميسيون ما تمشيوش علاش باش تمشيو حفله ما تمشيوش تغنيو ما كم شنو باش ناخذوا شادين ميكرو قاعدين كرونيكور هكا هو واضح